السلام عليكم شباب، حياكم الله في حلقة جديدة في ويدو. اليوم احنا في البي اي كي سي بحرين انترناشونال كاردينج سيركت. صراحة هذه الحلقة من الحلقات اللي أنا وايد أحبها، إن شاء الله راح تستمتعون معانا بهذه الحلقة، فخلكم معانا وشوف. الجدير بالذكر إن الحلبة مجهزة بالكامل، سواء راح تشتري لك أغراض بروفيشنال جير نفس الوقت، لو أنت حاب إن تعيش أجواء المتسابق من لحظة التسجيل إلى السباق بتعيشها صح. أما الحين دام بدلت ولبست، كل اللي علي أسوي أخذ الهلمت وتوجه للتريننج. اما الحين ناخذ التريننج مع الشباب، كانوا مستعدين وجاهزين، ناخذ التريننج بعدين ننزل للحلبة. مستعدين شباب؟ بعد ما خلصنا احنا التريننج سيشن، هني عندك شاشه، في هذه الشاشه حاطين كل شخص وسيارته، لان انت عندك سياره خاصه فيك. طبعا الحلبه بمعايير عالميه، ونفس الوقت تقام فيها سباقات ايضا عالميه. تصدقون ان عندهم سباق يدوم 24 ساعه. سباقنا كان بعدة مراحل، والمرحلة اللي بدينا فيها هي كانت الكواليفاينج. في الكواليفاينج يتم تحديد مركز كل واحد لما يبدأ السباق. بعد ما وقف كل واحد في مركزه الصحيح بدأ السباق. ولما بدينا حلو كان انه لازم نركض للسيارة وبعدين يبدأ السباق. صراحة عشنا اجواء اكشن، اجواء اثارة، تجربة صراحة وايد حلوة. الشيء الحلو انه هما يقدرون يضمن لك عدة انواع من السباقات، مو بس نوع واحد، وحلو انه انت تقدر تأجر الحلبة هذه كلها اللي شفتوها بس لكم. وأبد لا تستينون ترى بالسباق، ترى فعلا يبيلك لياقة. تونا خاصين من السبرنت ريس، واللي فازوا معنا المركز الثالث عندنا عمر فاروق، المركز الثاني والمركز الثاني عندنا هود صادق، وفي المركز الأول عندنا عبد الله فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد شريف. طبعا هذه أول مرة أي كارتينج بحرين صوب الحلبة، وايد وايد استنس. طبعا جيت وأنا تعبان، طلعت وأنا مصحصح. شكرا ويدو، شكرا شركة ترتيب على هاي الدعوة الحلوة، يجمعتوا شباب السوشيال ميديا هني كلنا في يوم واحد. طبعا أنا دشيت كنت حاط في بالي إنه أفوز بتذكرتين سفر اللي حق المركز الأول، والمارشال هود ما قصر، عطاني تكنيك معين إنه إذا وصلت عند الخط الأحمر طق بريك وعقب دوزه. طبعا هاي التكنيك وصلنا حق المركز 16، شكرا مارشال هود. طبعا هذه اول تجربه لي، انا وايد استانست، التيم اللي كان وياي ما اعرفه اول مره اشوفه، لكن التجربه كانت حلوه وان شاء الله ما تكون اخر مره. اشكر القائمين على هذه الفعاليه وان شاء الله تكون الحلقه حلوه. في العاده العب ويا 2 3 4 اللي صارون لي نلعب. هالمره لعبنا ويا 20 واحد، كان شيء غير طبعا. والاحلى انه خلونا ريس، يعني اسرع لفه عقب صفونا بالضبط. وطبعا مركز المركز السادس عشر، عشر اي صح؟ 16 اي 16، مركز 16 تبينون من شنو مركز الثامن. لا لا والله انا بديت الثامن، بس دعموا كلهم في البدايه وطفتهم صرت الثالث. شلون؟ بالحظ يعني. هود كان يغش
وانا شاهد على هالشيء فانا استاهل المركز الثاني بصراحه. وكذا شباب وصلنا لختام تجربتنا هنا في البي اي كي سي، صراحه كانت تجربه مليئه بالحماس، وايد حلوه، وايد انا استانست. المكان انا وايد احبه لانه فيه كاستمر اكسبيرينس بالكامل، احب شلون هم وايد بروفيشنال. في النهاية شباب أحب أشكر كل اللي حضروا واحد واحد وخاصة الستار جست، وإن شاء الله عجبتكم الحلقة. لا تنسوا تضيفونا على سناب شات، إنستغرام، وتويتر. نشوفكم على خير في حلقة جاية، مع السلامة.